عن زيارات بقى اكيد حضرت زيارات مع الكابتن محمود خطيب في الوطن العربي، في اللي طبعا كل الوطن العربي بيحظى كابتن محمود خطيب بشعبيه جارفه فيه، سواء الامارات او سلطنه عمان. يعني هو له كل الحقيقه، يعني هو بعد حتى لما بعد ما بطل كانوا دايما يطلبوه في مباريات الاعتزال اللاعبين، كان زمان قبل الاحتراف. دلوقتي اللي ما بيعملوش ليه مباراه اعتزال للاعب، لان اللاعب اصلا بياخد فلوس فخلاص انت بتم. اما مباراه الاعتزال دي عشان يدي من خلال الدخل بتاعها حضور الجماهير، يقدر اللاعب يقدر يعيش بعد كده، يعني كنهايه اختام. فكانت في مباراه في الامارات كانت لنادي الوحده، كان كابتن نادي الوحده وكابتن منتخب الامارات. ف كابتن صور معانا ده الشيخ سعيد بن زايد النهيان في وجود انا، ده كان رئيس نادي الوحده في هذا الوقت. رئيس دلوقتي موجود الشيخ دياب بن زايد اللي هو رئيس النادي، لكن الشيخ سعيد هو اللي كان رئيس النادي. ابن الشيخ زايد طبعا رحمه الله، ومن راجل فاضل، من راجل حكيم العرب، يعني الشيخ زايد بن زايد بن سلطان. فالمهم جه بعد المباراه، فخلص المباراه فبيدوا داخل غرفه الملابس الظروف لكل اللاعبين، مين جاي لعيبه، مش الخطيب بس، ده جاي من الكويت، ده جاي من البحرين، جاي مثلا من قطر، جاي من كده، وكلهم نجوم وكلهم حاجه كبيره يعني في الخليج. فلقى أظرف مع تحيات سعيد بن زايد وماضي، بس مش كاتب الاسم، يعني مش كاتب فوق دي مثلا لمحمود، دي الفارس، دي اسامه، دي لا، دي الفتحي، لا، دي ظرف ومكتوب مع تحيات سعيد بن زايد. فبيوزع الأظرف، فهو تخيل دي شهاده. فقال لي اما اشوف الشهاده بقى ايه اللي جايبينها. واحنا ماشيين بيفتح كده لسه، بعد ما مشي واحنا ماشيين بقى بالعربيه، فقال اما اشوف ايه الشهاده نقراها. فانا ماشي انا وهو، فانا لسه ايه، فبيفتح كده لقى كانت لسه الورقه ام 1000 جنيه، ام 1000 درهم طالعه جديده. فالورقه الجديده ومحطوط كده شويه جداد، فهو بص لقى فلوس. قال لي كابتن لازم نرجع. قلت له ايه، نسيت حاجه؟ قال لي لا لازم نرجع دلوقتي. قلت له طب كويس، انا ما تخافش، في ايه، نسينا حاجه في النادي؟ قال لي لا الظرف ده لازم نرجعه. قلت له يعني مش باسمك؟ قال لي لا ده هنا ما فيش اي حاجه خالص، انا افتكرته شهاده. يعني افتكر ان دي شهاده تكريم او تقدير، بس انا خدتها لما لقيت كل بتوع الخليج خدوا. يعني النقطه دي ان بتوع الخليج وبعدين ايه وبدون اسماء، يعني اذا انا زي بتاع منصور مفتاح بتاع البحرين او بتاع الكويت زي كده، ان دي فلوس خالص. قال لك مش ممكن بتوع الخليج ياخدوا فلوس يعني. فتخيلوا. فرجعنا وقال لي لا انا لازم ارجعه. فانا قعدت اتناقش معاه، قلت له طب بس انا خدتها بالهدوء كده. انت هترجع الفلوس دي، ما ممكن الراجل يشك، يفتكر يقول لك ده الفلوس لقيناها عديناها ولا بتاع. قال لا الظرف ما اتفتحش كامل، انا لسه بعمل كده لقيت فلوس قدام، فهو لسه ما هو. فانا هرجعه كده كده هرجعه. المهم رجعنا هناك، وكان الدوسري اللي هو كان مسؤول عن النادي كلمناه، فين الشيخ سعيد؟ قال ده روح. طب كلمه، فقال له طب خلاص بكره انا عندنا مباراه في كره السله، تعالى لي هنا. فراح له قال له يا شيخ سعيد الظرف ده كذا وده مش حقي. قال له ازاي؟ قال له لان ده حق اللاعب اللي احنا لعبنا له. اما انا تكريمي ان انا جيت هنا. يا الله. لان لولا ان انا كنت لعيب كره ادتني كتير، فادتني ان انا اجي هنا واشوف بلد هنا جميله، واتعرف بشخصيات، واتعرف باصدقاء، واتعرف بناس، فده التكريم بتاعي. اما اليوم ده يوم اللاعب نفسه، كل قرش، كل درهم، كل حاجه لازم تروح له هو. بالظبط. فطبعا الشيخ سعيد بص له كده واتخض، ايه البني ادمين دولت وكده. فطبعا اعجب بيه، ويعني قعد يشكره وقال له انت بتعلمني حاجات كتيره واضفت لنا كتير وكده. قال لا انا ما اضفتش، لان انا لولا ان انا في الكوره وكنت بقيت نجم، انت ما كنتش هتدعيني. ما هي مصر كان اياميها احنا كنا مثلا 80 مليون ايام، في الوقت ده ما كناش 105 كده. هو حاسس بالامتنان ان هو بقى موجود في التكريم ده نتيجه انه لاعب كبير، مش بس هو ياخد مقابل. بالظبط. ورجعنا الفلوس ما رضاش ياخدها، وفعلا راح جاي
نفس القصة دي حصلت في سلطنة عمان. السيد حسن بن طارق آل سعيد بن عم السلطان برضو دعاه في افتتاح الصالة بتاعت مجمع الصورة. معانا الصورة في سلطنة عمان لما حضرتك كنت موجود في عمان. أنا كنت في عمان فأنا كنت ماسك المنتخب. في الكرة الصفراء بعد دي. فبيبص الله بيقول إيه دي؟ قلت له كرة. قال لي في كرة صفراء؟ قلت له أيوة، ما هنا بيبقى في كرة صفراء عشان الملاعب اللي هي تكون موجودة ساعات بتبقى رملية يبقى لازم لها لون، لأن الأبيض مع الرمل ما بيبانش. فساعات هناك كان عندهم بعض الملاعب بتبقى يعني زي الترابية كده، فلازم يبقى لها لون شوية. فخد انت فاكرني بهزر معاك، فانا بديها له وهو بيضحك حتى وانا بدي له الكوره. كنت برضه بمرنه على اساس عنده بعد الظهر مباراه في الصاله المغطاه، وجايبين نجوم برضه من المنطقه العربيه والاوروبيه ولعب. ونفس القصه جه المندوب بتاع السيد حسن بقول له ايه اللي انت تؤمر بيه، يعني تحب يعني ما بيدروش بقى زي الامارات. لا يعني انت تحب ايه مثلا؟ هناك الخنجر الذهب مش عارف ايه. كابتن فتحي كل دي انعكاسات لفكره نشاه كابتن محمود الخطيب وتربيته. عشان كده هنطلع فيديو لوالد كابتن محمود الخطيب بيتكلم فيه، وبعدها هنطلع فاصل.